عشان كده تعرف انا كل ما اقرا القصه بتاعت عثمان دي بقول اذا كان ناس ما رضيانين بزول النبي رضا به وده اثنين من بناته. النبي رضا به وده اثنين من بناته كويس. وعلي بن ابي طالب لما سالوه قال له حدثنا عن عثمان قال ذاك رجل يدعى في الملأ الاعلى فوق في السماء عند الله بذي النورين فوق لقب ذو النورين. اذا كان البشر ديل ما بيرضوا بزول زي ده زول الله رضى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم رضيان عنه والمؤمنون رضيانين عنه وهو متع الامه بتاعته دي وملاهم قروش وشبعهم ده ما رضيانين عنه وبيطلعوا عليه ثوره ودارين يشيلوه باقي لك زي ديل بردلون تاني بحاكم وراه. يا ناس والله الزول اللي بيقرا التاريخ ده والله بيخاف ذاته والله بيخاف. يعني انا دار اعرف زول شان يحكم البشر ديل يكون كيف عامل كيف يعني بعد زول زي ده يكون عامل كيف يعني تاني عشان الناس تكون راضيانه عنك. الناس دي ما بترضى يا ناس ما بيرضوا ليه؟ لانهم يريدون تلك الدنيا بس فقط دارين الدنيا اللي عندك دي. انت لو عملت ما جئت برضه ما بخلوه. يقول لك ما في سيوله في البلد تجيب السيوله يقول لك لا الزلط ده فيه حفره تسوى الحفره دي يقول لك لا في مطبات كثيره تزيل شيل المطبات يقول لك لا اولادنا ماتوا بسبب انه ما في مطبات تجيب مطبات انت حتقعد كده بس ما حيرضوا بزول ابدا ما حيرضوا بزول ابدا الا بالدجال بعدين زولهم ده ده كان مرضوا بزول. يا ناس يا ناس عثمان ده اكثر من النصوص الجات في الثناء عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق ورفيقي بالجنه عثمان رفيقه رفيقه كده جنبه في الجنه عثمان بن عفان. تاني سولون شنو ديل وقولون شنو والله يا اخواننا تستحي منه الملائكه في صحيح مسلم سيد عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا وكاشفا عن ساقيه كان كاشف جزء من ساقيه فدخل عمر وهو على حاله دخل قبال أبو بكر وهو على حاله دخل عثمان فستر ساقيه قالت ما بالك يا رسول الله قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة تستحي منه الملائكة كويس ما رضيانين وزعلانين وبعد ده كويس فرحانين جدا قالوا شالوا عثمان بن عفان وماذا استفادت الأمة الدم الذي انفجر بمقتل عثمان لا يزال باقيا في الأمة إلى يوم الدين ما بقي في ثاني وهكذا. ولذلك يا أخواننا من قرأ التاريخ بتمعن بيعرف انه والله لا خير في هذه الثورات أبدا والله ما فيها خير. والسلف قالوا حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. يا أخي بعد خليك من بعد زمن عثمان وبعد زمن الخلفاء كويس وبعد زمن معاوية واحد من أمراء بني أمية طبعا كان فيهم من فيهم فيهم الصالح وفيهم غير الصالح واحد صلى بهم صلاة الصبح صح في بقايا صحابة موجودين صلى بهم صلاة الصبح مش ركعتين صلى أربعة سكران صلى أربعة واتلفت عليهم قال لهم نزيدكم ولا كفاية. ابن عمر قال له ما زلنا معك في زيادة زايدنا طوالي. بعد ده يا أخي صحابة زي ابن عمر وابن مسعود وأنس ابن مالك قاعدين وما قالوا ثورة ثورة يزغط 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 ثورة صلبنا الصبح أربعة. لكن في النهاية الصحابة يعرفوا قيمة الأمن قيمة الأمن والاستقرار. وإن الناس إذا كانوا على تحت حاكم ولو ظلوم وغشوم وبيحوطهم ويحميهم كويس الناس في خير برضو الناس في خير. يا أخي الناس الليلة ما تحمد نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في الأمان ده. نحن بننوم وباب البيت فاتح بمزاج راقد انت شبعان نوم والباب فاتح ما في حاجة. ولاداتنا الصغار بيمرقوا بيمشوا المدرسة براهم وبيجوا
بترسل ولدك الدكان البعيد بيمشي وبيجي راجع ما في حاجة. البنايات الواحدة بتمرق من هنا بتقرا في اللبيض، وحدات بتقرا في البحر الأحمر، جامعة البحر الأحمر وجامعة كردفان وزالنجي، من هنا بيقرا في زالنجي وبتجي. وإن كان السفر برا حرام لكن تمشي وتجي راجعة برا، وتجي شايلة لا فول وما تعرف كبكبة من هناك وجايبة لها هلا ومبسوطة، ما عندها أي مشكلة. يا ناس نعمة الأمان دي الناس ما تحمد الله عليها، ما تحمد الله على نعمة زي دي. نحن دارين الشغلة تبقى فوضى، وسيطرة الحاكم على المجرمين تنفك، والحدود تتفك. الحاكم ده ما الآن ماسك ليك ناس في الحدود هم أحقد عليك من أي حاجة، ودارين فرصة فيك. مثبتنا الحاكم في الحدود هناك برا كتائب وفئات كويس وشرزمة بتاعت مجرمين ومؤامرات ومخابرات أجنبية، دي واقفة برا ما قادرة تعمل حاجة. أول ما ينفض الأمن من هنا ويبقى ما الحاكم ما عنده قوة ولا شغال بالأمر، حيجوك داخلين الجماعة من بغادي وداعش القاعدة في ليبيا، ديك لابتين جاهزين بس اداصنا، خلي البلد دي تجوط عشان يجوك هنا. انت اللي بتتفاصح الليلة في عيشة وفي بنزين، انت ما حتقدر تحمي اخواتك، والله رقبتك ما تحميها، خلي اخواتك، والله اخواتك اللي حملنك انت اللي بتفاصح الليلة. بيجوك داخلين الجماعة، هم متخيلين الان اذا خلاص يقولك سقطت وجماعة شردوا خلوا البلد، يعني خلاص الحكومة دي طلعت. وطوالي هم بيجوا بمزاج كده في القصر الجمهوري والناس بتحييهم، بيجوا داخلين في عهد من الفوضى انت حتعيشه، بتقدر عليه تقلب عليك جوا البيت، تجي الجماعات دي كلها داخله من هنا ودي من هنا، ودي اللي يجوك بجاي وديلك راجينك برضو جماعتك ديل، تقال فاتو ساي ديل بس جاهزين راجين بيتين تبدا الفوضى عشان يجوا داخلين جاي. وفي ناس قاعدين جوا هنا في النص، وفي احقاد يا اخواننا بين الناس دي كلها حيتفتح الباب ليها، انت ما ناظر لهذه النعمه. عشان كده يا اخواننا ارجع واقول الناس لو صبرت واتقت ربها سبحانه وتعالى، ولا يا ربنا يفرج عن الناس اي حاجه، اي شيء ربنا يفرجه عن الناس على اي حال. عثمان رضي الله عنه قتل في سنه 36 او 35 هجريه، وبعد ذلك ولي علي رضي الله تعالى عنه الخلافة بعده، وانشغل علي رضي الله عنه فترة طويلة بمقاتلة ومطاردة المجرمين ديل. والمهم حيجينا الكلام عنه في سيرة علي إن مد الله تعالى في الآجال. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا ويقينا خالصا وشفاء من كل داء، أسأله تعالى أن يحجب عنا الفتن وأن يوسع علينا في أرزاقنا وفي حالنا، وأن يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.